محمد بن حمد الشرقي رحمه الله، تاريخ لا ينسى. تروي لنا عالمة الآثار الألمانية كريستينا فايفر، رئيسة بعثة الحفائر الأثرية الألمانية بالفجيرة في العقود الأخيرة، أن الكشوف الأثرية ونتاج الحفائر والحفريات في إمارة الفجيرة يؤكد على ماضيها الموغل في القدم، حيث ترجع أول مستوطنة بشرية بمنطقة قدفع بالفجيرة إلى ما يقرب من 4500 عام. وبمرور قرون متتالية تطوي في ثناياها أعواماً طوال، يظهر في سماء الفجيرة صقر من صقور جزيرة العرب. هكذا تغنى الرحالة الأوروبيون بأوصافه وسماته، كان محباً لإمارته، يعرف تاريخها، يسعى لتحقيق مجدها وإدام عزها ورفع رايتها خفاقة بين بلاد العرب. وما لبث إلا أن دعي إلى اتحاد الخير والبركة مع إخوانه من شيوخ الإمارات، فكان له دور فعال في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. إنه الشيخ محمد بن حمد الشرقي رحمه الله، لنبحر في صفحات مشرقات من تاريخه المكتوب بماء الذهب على صفحة الوطن الخالدة، ونرى كيف كان في عيون إخوانه وناظريه من مؤرخي العرب وغيرهم. تولى الشيخ محمد بن حمد الشرقي رحمه الله حكم إمارة الفجيرة بين عامي 1942 و1974 للميلاد. وبمجرد توليه الحكم، طالب في بداية عهده لإمارة الفجيرة الحكومة البريطانية بالاستقلال والاعتراف به بموجب معاهدة، وهو ما ذكره المقيم البريطاني في تقرير لوزير خارجيته يقول فيه: أحيطكم علماً أن الشيخ محمد بن حمد الشرقي حاكم الفجيرة قد طلب مرة أخرى اعتراف حكومة صاحبة الجلالة باستقلاله وإبرام معاهدة معه، وهذا طلب دوري جرى التملص منه حتى الآن، وأحد أهداف الشيخ تأجير حقوق النفط في أراضيه. وإن هذه الشهادة البريطانية موثقة، فكثيراً ما تزينت وثائق البريطانيين باسم الشيخ رحمه الله، وصفة حله وترحاله في سبيل خدمة قضية إمارته وأبناء شعبه. فما لبثت الوثائق البريطانية بين الوكلاء والمقيمين السياسيين لبريطانيا في تلك الفترة إلا أن تكشف عن طموح كبير مختزن بوعي ووجدان سموه، طموح ينشد كافة السبل والإمكانات الموجودة والمحتملة عساه يخفف من وطأة العوز الاجتماعي ويحقق نهضة وتقدما لشعبه وأهله إلى مكانة هم أهل لها. فالنفط في تلك الفترة لم يكن بالنسبة إلى سموه سوى الأداة المفترضة لتجسيد المشاريع المعلقة بين سماء الأمل وأرض الواقع، نظرا لشح الموارد وقلة الدخول. ومع هذا لم يستسلم إلى مثبطات الواقع، ولم ينسج رؤيته النهضوية فقط من مداخيل النفط التي كانت سجالاً بينه وبين بريطانيا، بل كانت قناعته تنطلق من أن الثروة الحقيقية والثابتة هي تلك الكامنة في الإنسان، أي في المواطن المتعلم والمدرب القادر على تحمل مسؤولية القيام بأعباء مشاريع التنمية تفكيراً وتخطيطاً وتنفيذاً. ففي مذكرات الرحالة الأوروبيين عن المنطقة بمنتصف القرن العشرين، سجلوا بحروف مضيئة أعمال البناء والتطوير للشيخ محمد بن حمد الشرقي رحمه الله في إمارة الفجيرة. ففي عام 1961 قام بإنشاء أول مدرسة ابتدائية في الفجيرة، المدرسة الصباحية، وضمت نحو 90 طالباً. وكانت هذه المدرسة مجرد خطوة أولى على طريق النهضة العلمية الشاملة في الإمارة، كما افتتح أول مستوصف طبي في الإمارة عام 1969،
ومن ثم افتتح مستوصفا آخر في دبل فجيرة. هكذا كان طموح الشيخ رحمه الله مع إخوانه من شيوخ الإمارات نحو حلم الاتحاد، حيث كتب المغفور له بإذن ربه الشيخ محمد بن حمد الشرقي بأيادي بيضاء صفحات المجد والبهاء للفجيرة كدرة بهية وسط اتحاد خالد.